يعني مش بس بيدعوها بأسماء، لكن في شيء تاني أحبائي مهم جدا في هذا الموضوع يقود خرافه للمراعي. وطبعا هذه صفة الراعي الصالح، دايما بيمشي أمام الرعية حتى يكون سور وحماية للرعية، وفي نفس الوقت هو يعرف الأزمنة والأوقات. وأرض فلسطين أرض خصبة جدا، ولكن المنطقة الجنوبية فيها صحراء، فيعرف مثلا في وقت الربيع إذا أمطرت في القدس أو في منطقة الخليل ممكن يكون في سيول قوية بتنزل لجهة بحر الميت، وهكذا بيعرف يحمي الخراف إنه ما تروح بمسار الهلاك لأنه السيول بتسبب هلاك. وبيعرف في مواسم معينة اللي بتطلع حشيش أخضر صغير اللي ممكن خلال يوم أو يومين يبس، فبيعرف يأخذهم من مكان إلى مكان، وعادة مش أقل من 15 كيلومتر بيمشي الراعي حتى يوصل إلى المكان المراعي الخضرة، أي أنه يسدد الاحتياجات من حماية، بيحميهم من الجوع من العطش. وطبعا مثل ما قال المسيح في يوحنا 17، الذين أعطيتني لم يفقد منهم أحد، طبعا وأنا أعرفها فتتبعني.